السلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين يا ربي. في هذا الفيديو راح ندير معكم لحم بالبرقوق والمشمش، ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. هذه الطريقه مغربيه ودخلت فيها ثاني طريقه الجزائريه، درت شويه اختلاف، ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. قبل ما نبدا الفيديو نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم جديدي، وثاني جام وكومونتير وبارطاج للفيديو باش يوصل لعدد اكبر من الناس، وباش تكبر قناتنا ان شاء الله. نروحو دوك مباشرة باش نشوفو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. اول حاجة هنا عندي كمية تاع لحم تكون على حسب افراد العائلة. عندي حبة تاع بصل كبيرة مقطعة قطع صغار، عندي سنينة تاع توم مرابية، كمية تاع الزيت بمقدار 4 مغارف كبار، ومغرفة صغيرة تاع السمن، كمية تاع البرقوق، وهنا عندي كمية تاع المشمش. هنا يبقى الكمية تبقى اختيارية على حسب افراد العائلة ولا احسب ضيوف. هذه هي، انا درت كمية صغيرة كما راكم تشوفوا. عندي هنايا الزعفران ذوبتو في كمية تاع الماء، عندي مغرفة صغيرة تاع زنجبيل، مغرفة صغيرة تاع كركم، مغرفة صغيرة تاع فلفل اسود، وقرفة هذه عود، وبيان سور الملح. هادو هما المقادير، ودوك نروحو مباشرة باش نشوفو طريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة راح نحط اللحم. قلتلكم أنا استعملت هذا المورسو، كل واحد واش يحب يستعمل قطعة كبار ولا قطعة صغار. أنا كي ديكونجليت اللحم لقيت هذه برك، غلطت في الحقيقة في الساشي منكدبش عليكم. نورمالمون جبت الساشي اللي فيه قطع واحد أخرين، أنا جبت هذه حبيت نديرو. هذه هي، حندير هنايا الزعفران، الماء والزعفران كمية، حندير نصف الكمية برك بهذا الشكل، وندير نصف الكمية تاع الزيت هكذا، ونزيد هنايا السمن. قلتلكم غير مغرفة صغيرة تاع السمن، وندير توابل الملح. هنا أنا خلطت بين الطريقة التلمسانية والطريقة المغربية، حبيت نشوف الطريقه تجي على بالي بلي تجي فريمون هايله. حندير هنا سكنجبير، كميه مغرفه صغيره سكنجبير هكذا، ندير شويه فلفل اسود ما نكثروش في هذا الطبق هكذا، قص نص مغرفه ولا صغيره، ونزيد الكركم. كركم راح يعطيلو كو هايل ولون هايل كيما كنت تشوفو هكذا. راح نخلط كامل بيدي، راح نخلط كامل بيدي بهذا الشكل، قطعه هذيك تاع اللحم بهذا الشكل، نخلطها مليح. نبدا بتشرب كامل هذوك التوابل، ونخليها على الاقل تريح مده ساعه، على الاقل ساعه، اللي عنده الوقت يخليها اكثر من ساعه، انا راح نخليها ساعه ونعاود نولي لكم. بعد مرور حوالي ساعه قبل ما نشعل الفرن تاعي راح نحط البصل. قلت لكم درت ميلونج بين الطريقه المغربيه والطريقه التلمسانيه او الجزائريه. راح ندير البصل بهذا الشكل، ونضيف له كميه الزيت اللي بقات لنا، قيس 2 مغارف كبار هكذا، ونشعل على الفرنو. في هذه الاثناء راح نشعل على الفرنو، ما نشعلش من قبل، راح نديرو على درجه حراره متوسطه هكذا، ونخليه يتقلى. هنا كما راكم تشوفوا تقلى هكذا، ونقليوه مليح، ندبلوه. نتوما اللي قلت لكم غير سنينه برك، في الطبق الجزائري ما يديروش الثوم، انا حبيت نجربو بالثوم نشوف كيفاش يجي. كما راكم تشوفوا غادي نخلط، نزيد الدبل ونخليه باش يتحرق الثوم بالخف، يتعرق
براكم. بعد اللي تقلى ملح البصل راح نضيف اللحم، هنا راني خليته تقريبا ساعة هكذا، راح نضيفه هكذا ونخليه يزيد يتقلى مع هذاك البصل هكذا، ونخلو اللحم تاني يتقلى شوية مع البصل من الطريقة. هي من الأحسن لو كان مصوت ولا صغار خير، أنا تكون مغلط في الساشي معليش، مي معليش. من بعد كيطيب كل واحد يدير لاباغ تاعو هكدا، مقدرتش نقسمو باسكو فيه العظم معليش، بزاف الوقت. ولي يحب يديرو في الكوكوطا يديرو في الكوكوطا تاني، يجي الماق تاعو ثقيل وبنين هكدا. هنا بعد اللي تقلى لنا اللحم نضيف عليه هذيك لا ماريناد اللي خليناها فيه هكذا بهذا الشكل، نزيد نكمل السمن هذاك باسكو السمن ميدوبش هكذا، ونخليه هنا نغلق عليه ونخليه يزيد يتجمر شويه، ومن بعد باش نمرق واحد الخمس دقائق ولا سبع دقائق ماكسيموم، ونعاود نولي ليه باش نعاود نمرق. هنا بعد يتقلى مليح كما راكم تشوفوا هذاك البصل دبال هكذا، سي نقلبها على الاقل هكذا. راح نضيف كميه الزعفران هذاك اللي ذوبناه، انا عندي كان عندي زعفران تاع لابول راح نضيفه هكذا، ونزيد نمرق. بيان سيغ التمرق يكون بالماء سخون، هاك ندير كمية كبيرة باسكو من بعد راح نسحق المرق، ونخليه يطيب على نار هادية أو توسطة، توسطة من الأحسن تكون توسطة ماشي فور، ونخليه. ومنين داك نجي نقلب اللحم باش يزيد يطيب على الجهة هادي هكذا، ونخليه نغلق عليه ونخليه. بلا ما نساو بيان سيغ قرفة عود راح نضيفها، هنا نسيتها راح نضيفها، ونغلق هكذا ونخليه يطيب. هنا طاب اللحم تاعنا والمرقة عقدت كما راكم تشوفوا هكذا، يجي بهذا الشكل هكذا. راح نجيب العينه والمشمش، هنا في كسرون راح ندير العينه اللي كنت بيان سيغ غسلتها بليزيوغ فوا، ندير العينه من جهه هكذا، وندير المشمش من جهه، ما نخلطهمش كيف كيف. الا كان عندكم ضياف ولا مناسبه كل وحده ديروها وحدها، ديروا المشمش وحده والعينه وحدها بهذا الشكل. راح نشعل عليهم، وبعدها راح نجيب المرقه اللي طاب فيها اللحم. هنا راح نحي من المرقه تاع اللحم ونضيف بيان سيغ هكذا غير شويه بهذا الشكل هكذا، غير المرقه ناخذ غير المرقه بهذا الشكل، نزيدو هكذا دا بزاف. راح نضيف عليها ربع مغارف كبار تاع السكر شي تاع السلنة، ونزيد شوية مزهر بس مغرفة كبيرة تاع مزهر صافي، ونزيد شوية قرفة هكذا منكثروش. كاين لي يدير لافاني، لي يحب يدير لافاني يدير لافاني، أنا راح ندير القرفة
نحب ريحه القرفه خير، ونخليهم هكذا يتعسلوا مليح ويطيبوا لنا. كاين اللي يحب يفورهم تاني، هذه الطريقه اللي درتها هي الطريقه التلمسانيه. لي ماروكان شفتهم انا يفوروها تاني ولا يطيبوها في الماء. تحبي طيبيها في الماء وديري لها نفس الخطوات، ما ديريش المرقه، ديريها في الماء. هذا ما كان، نخلوها تطيب ويتعسلوا معنا هذوك الفواكه الجافه. هنا كما راكم تشوفوا راهم يغلو، بدا يدخلهم طياب، بدات هذيك المرقه كامل تنقص. اللي حابه تنقص انا مليح مليح، باش ومن بعد نزيدها غير من فوق 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 الطاجين. هذا ما كان، الريحه راهي دايره حاله ثاني. ان شاء الله تجربوه بطريقتي هذه، راح يخرج لكم فريمون روعه. ومن بعد كي يتعسل نزيدو نشوفوه. هنا بعد اللي طفيت على البرقوق والمشمش، شوفوا كيفاش تعسل. شوفوا خليت غير شويه ما قامش بزاف هكا، ومن بعد نشوفوا في طبق التقديم. راح نزينو ونحطو في طبق التقديم هكذا. الطبق تاعنا راه وجد كما راكم تشوفوا، درتو في طاجين. هذا الطاجين انا ما نطيبشيه، جوست نحط فيه برك. اول حاجه درت المرسو تاع اللحم، ومن بعد سقيت بهذيك المرقه. المرقه كانت قليله، هذا الطبق ما تحتاجلوش مرقه تكون كبيره. ومن بعد ستفت المشماش من التحت وزدت معاه العينه، وكاين شويه عينه اللي درت لها شويه جلجلان كما راكم تشوفوا باش يعطي جماليه للطبق. ودرت شويه لوز ايفيلي، ودرت هذيك القرفه من الفوق كما راكم تشوفوا، جا فريمون يشهي وروعه، والكو تاعو رائع. بالنسبه اللي يحبوا سكري سالي، مزيج بين الحلو والمالح، الطبق هايل مليح ثاني في المناسبات وثاني للضيوف. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم ونال رضاكم. في الاخير نقول لكم حبيباتي ما تنساونيش بجام وكومونتير وبارطاج للفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.